الحاج بقاله 60 سنة في شغل. الحاج حندق ده أقدم تاجر تحف في بورسعيد، هو عنده 77 سنة، ربنا طول عمره يعني، بس في البازار هنا من المحل ده من 60 سنة، يعني السوق ده بقاله 100 سنة، هو الحاج بقاله 60 سنة في السوق. فالحاج كان بيجي هنا لأن كان كل البيوت ده أجانب، يعني السجاد العجمي، السجاد الشموال، البيانو القديم، الصالونات المذهب، كل الانتيكات بتاع الاجانب الحاج ده اشتراها من 60 سنه وهو بيمارس المهنه. فانا لما طلعت بقيت معاه بساعده من 30 سنه. ابتدى معايا يعني اول حاجه بحها في حياتي مجلد ميكي، يعني انا كنت قاعد هنا وانا في 6 ابتدائي بقرا المجلد، فواحد قال لي تبيعه، انا ما اعرفش بيع وشراء يعني ايه، فبعته له ب 15 جنيه. دي كانت اول حاجه في حياتي ابيعها، فمن هنا ابتديت ايه التجاره. فالتجاره دي بقى المهنه دي مش زي اي مهنه، لان دي لازم تبقى فاهم في الخشب، في سوس ما فيهوش سوس، البيانو، الصالونات، نوع السجاد، نوع السبح، نوع العملات، فعايزه دماغ. لكن شغله التحف دي عايزه تبقى لمم كل حاجه، كل انواع التحف لازم تبقى فاهمها، لازم تاخد سبحه وتطلع مضروبه، لازم تاخد عمله، في عملات مضروبه يعني في لبنان بيقلدوا الريال بتاع الملك فاروق، فلازم مع كتر التجارب تعرف ان الحاجه دي مضروبه، لا اما الحاجه ديت ايه اصلي. والبيوت كل البيوت اللي حوالينا ديت كانت اجانب، يعني كنت بطلع مع الحاج عارف دي يونانيه ودي مدام الين ايطاليه ودوت، كل المنطقه دي هم مشوا سنه 56. التحف دي مجالها واسع، هي مش زي يعني شوف الاثار كده، بس التحف على بسيط، يعني التحف لما تكون فاهم فيها تعرف تكسب فيها. انا مره وقع لي كتاب، الكتاب ده عدى ال 100 سنه، واحد يوناني اشترى مني، كان الجنيه القبرصي ب 21 جنيه اياميها، يعني اداني ما يعادل 4000 جنيه في الجزئين ده، كان كتاب قيم بقاله 100 سنه عن الحرب وكده. فما راح قبرص يعني فرح، جاب لي بقى الزيتون الكلاماته، وجاب لي التفاح حاجات والموز قد كده، وفرح بيه جدا الكتاب ده، ويجي يتعامل معايا على طول. الراجل ده لغايه دلوقتي بس كان بيجي على المراكب البرنسيسه، واللي هي المراكب ايام ما كان في سياحه في بورسعيد، ما كانوا السياح ينزلوا يخشوا يعملوا شنج معانا، يعني السياح الروس كانوا يجوا يقول لي دي بكام؟ اقول له مثلا ب5 دولار، يديني سجاير، يديني جاكيت، يديني مجلات، يديني اي حاجه، لان ما كانش معاهم امكانيات، بس دلوقتي امكانياتهم مساعده. الشغلانه دي عايزه خبره، لو انت مش عندك خبره هتقع وهتتضر في الحاجه اللي انت بتشتريها، لان مش هتعرف السبحه دي كهرمان ولا مستيكا ولا حبهان ولا فطران. لازم يكون عندك خلفية، يعني دلوقتي الحاج من ملمس الحاجة بيعرف ده أصله ولا لا، من نظر مش بقى بيكشف عليها. لازم تعرف دي فضة ولا مش فضة، تعرف دي دهب ولا مش دهب، تعرف الخشب ده مسوس ولا مش مسوس، لازم يكون عندك خلفية بكل حاجة دي، والخبرة لازم منها.